أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إضاءات. ضيفنا اليوم أيها الأخوة هو الناقد السعودي محمد بودي. حياك الله أستاذ محمد. الله يحييك يا أستاذ تركي. أستاذ محمد، سأبدأ معك من قصة حدثت لك قبل 4 أعوام تقريبا. ففي يوم الأحد 28 أبريل 2002 هنا في دبي حدثت قصة صباحا، عندما كنت أنت تحضر مؤتمر أقيم في دبي عن صورة العرب لدى الغرب. كان أحد المحاضرين هو الكاتب الأمريكي الشهير توماس فريدمان، الكاتب في جريدة نيوزويك، عفوا نيويورك تايمز. أنت داخلت بمداخلة صنفت بأنها مستفزة ضد توماس فريدمان، ما اقتضى غضبه ورميه للاقط أو سماعة الترجمة وخروجه من القاعة. وعندي هنا صورة في الجلف نيوز لفريدمان لما خرج من القاعة. نعم. ماذا حدث ولماذا استفزيت توماس فريدمان؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذه القصة تعود كما تفضلت لعام 2002 عندما حضرت في منتدى الإعلام العربي في دبي، وكان المنتدى من تنظيم نادي دبي للصحافة، ويدور حول محور صورة العرب لدى الغرب بعد أحداث 11 سبتمبر. حقيقة قررت أني أنا أحضر هذا الملتقى، ولكي أقف على كيف يفكر الغرب في الإنسان العربي بعد الأحداث الأخيرة. توماس فريدمان لم يكن من ضمن الأسماء المسجلة، لم يكن من ضمن الحضور. لما جلسنا لكي تبدأ الندوة الأولى بحضور ولي عهد دبي الشيخ محمد بن راشد آنذاك حاكم الآن دبي، وعمر موسى أمين جامعة الدول العربية ولفيف من المثقفين والأدباء العرب والغرب، تفاجأت أن فريدمان كان من ضمن المشاركين. أنا حقيقة قرأت أتابع مقالاته باستمرار التي تنزل ترجمة في جريدة الشرق الأوسط. لما تحدث الرجل حقيقة هو كان حقيقة هو حديثه المستفز، لأنه كان مليء شوي بنوع من الغرور والغطرسة، وبدأ يهاجم المملكة العربية السعودية في كثير من حديثه. وأنا أذكر يعني من ضمن الكلام اللي قال أن المملكة العربية السعودية تصدر النفط والإرهاب، فحقيقة كلام كثير. فوجدت أن بلدي السعودية هي الحاضر الغائب في المؤتمر. فقلت كيف يعني الحضور القائم؟ يعني لم يكن هناك من ضمن الحضور في الندوة أحد من المملكة العربية السعودية، وفي نفس الوقت لم أجد من المشاركين من قام من المملكة العربية السعودية لكي يرد على توماس فريدمان. ففي إخوة عرب من تونس وفلسطين ومصر والمغرب قاموا وردوا على فريدمان، حتى أن أحدهم سيدة كانت قالت كم تريد أن ندفع لك لكي تكتب عن قضايانا العربية. طلبت المداخلة، فوجدت نفسي أنا الوحيد السعودي الذي يرد على توماس فريدمان. بدأت في المداخلة. شلون وجدت نفسك يعني أنت طلبت مداخلة؟ يمكن في أحد غيرك طلب، بس أنه كانت المبادرة لك. لا أنا وجدت الكثير من الأيدي اللي حولي من السعوديين ما رفعوها، ما عندهم روح المبادرة أنهم يدافعون عن بلدهم. وعندك أنت روح المبادرة؟ أعتقد ذلك. يعني أنت وطني أكثر منهم؟ لا مو وطني، بس أنا يمكن يعني تحمست أكثر، ولا تحملت الكلام أنه يقال هذا الشيء في منتدى وبعدين يا أخي شو اللي يمنع نحن ما نرد. بالعكس. طيب. طلبت المداخلة وأعطيت لك المداخلة؟ أعطيت لي في المرة الخامسة بعد عدة محاولات. فقال المدير الندوة كان عبد الخالق عبد الله الدكتور، قال الأخ السعودي، وأنا جالس قال وقف، تكلمت بسم الله الرحمن الرحيم، حللت حديث الأخوة المشاركين، كانوا 4 من الواشنطن بوست واللومند والجارديان وتوماس فريدمان نيويورك تايمز. فقلت أنا سوجه مداخلتي لك، أنت أعطيت فرصة يا توماس فريدمان أن تزور المملكة العربية السعودية، وسهلت لك دخول المملكة، وأعطيت طائرة خاصة لكي تتنقل داخل الأجواء السعودية، والتقى مع شريحة كبيرة من المثقفين والمثقفات. نعم، ونشر يعني من خلال جلسته مع الملك. نعم، وأطلق مبادرة الملك عبد الله. نعم. مبادرة السلام العربية. فجأة أنا شفت إن في نوع من الكلام في المقدمة، أنا حقيقة بين وبين 9 صفوف، فما أعرف اللي يتكلم، والصوت مسحوب عندي أنا، فما الميكروفون، ما عنده ميكروفون. فقلت لعل أحد الجلوس من كبار الشخصيات دار بين وبين حديث فقاطع. فجأة
استمريت مرة ثانية قلت أعيد مرة ثانية الكلام، فجأة قاطع وأحسست أنه يهاجمني بالكلام، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أني أنا ما عرفت إيش الكلام اللي قال الحقيقة. لكني طلبت. بعض الصحف نشرت قالت أنه كان يقول أنه قال لك أنا كاتب مستقل وأنا دفعت من جيبي عشان أجي للسعودية ولا أرضى أن أحد يدفع لي ولا أخذ طائرة خاصة. نعم. وصف كلامك بأنه نفايات. نعم، هذا الحقيقة، هذا قيل لي فيما بعد أن هذا الكلام اللي قاله، لأني أنا ما سمعت له. لكن أنت يبدو مع الحماس كنت ترسل وما تستقبل. لا، ما في صوت، مقطوع الصوت ميكروفون، وهو يتكلم من 9 أصفف وأنا ما أسمع كلامه. الشاهد أني أنا قلت له دعني أكمل، أنا ما انتهيت من حديثي. فجأة الرجل انهار، رمى السماعة، قال أنا ما استعداد أني أسمع هذه النفايات، وخرج من القاعة. صفق الجمهور على ذلك، على خروجه. على خروجه. أنا قلت يعني الموقف، الجمهور صفق لخروجه ولا صفق لمداخلتك؟ لا، لخروجه. هل قصدت أن تستفز توماس فريدمان؟ لا، هو اللي استفزنا يا أخي، هو أهان السعودية أمام ملأ ملتقى دولي، واخذ يتكلم يمنة ويسارا بكلام ما أنزل الله به من سلطان. فحقيقة أنا أحسست أن الرجل مو ما يضر بي ولا ضر بغيري، أضر بالجيل القادم يا أستاذ تركي، من أبنائنا اللي نبي يعني يستفيدون من التقنيات الحديثة والعلوم الحديثة. أما تعتقد أنه كان تحليله في تلك المرحلة بالذات يعني قد يوجد له عذر، لأنه لا في 15 من 19 واحد ارتكبوا أحداث 11 سبتمبر كانوا سعوديين؟ حرام. أنا قلت له، طبعا أنا مسكته بعد عقب ما رجع، كان لي حديث معه في اللوبي، قلت له نحن شعب مليء بالقيم الحضارية والإنسانية، هذه أمانة الكلمة، نحن لا نريد منك أن تكون متحيزا، ولكن نريد أن تكتب بإنصاف. وإحنا يعني قال لي أنا بس عندي أمامي أنا صحيفة المدينة. نعم. في 13 مايو 2002. نعم. حوار أجري معك. نعم. وسئلت ماذا حدث بعد الندوة، وقلت أنتني وجدت وجها لوجه. نعم. فتصافحنا وقلت له أنت قطعت حديثي. نعم. لم تدعني أكمل. نعم. قال لك لحظة، أريد أن أوضح لك أمرا، أني أتيت على حسابي. نعم. يعني كانت القصة أنك هو الأخ، أنت هل كنت تريد أن تجري معه حوارا أم أن تقول كلمتك في الجمع وتمضي؟ أنا أردت أن أقول له أهو شخصيا الكلمة، أنك أخطأت على شعب كامل. إذا كانت فئة معينة أخطأت، وقال لك أنا ما أخطي طيارة خاصة. قال أنا ما أخطي طيارة خاصة. أثر المشكلة اللي أثارتها الأخ، أنك لماذا تقول أني أنا يعني أعطيت طائرة خاصة، وأنا قرأت في الصحف السعودية أنه أعطيت طائرة خاصة. وأن مرة اختلف مع مجموعة من الصحفيين في جريدة المدينة وغضب نفس الغضبة، فهو للأسف أنه جاي بأحكام مسبقة يريد أن يؤكد هذه الفرضية. هو قال لك أنه أنا ما أخطي طيارة خاصة. لكن أنا سألت عدد من المسؤولين اللي كانوا موجودين، قال نعم هو الحقيقة يعني كان ما عنده رحلات أو ما كان في حجز له، فأعطي طائرة خاصة أن يركب فيها، وفعلا تنقل داخل طائرة خاصة. وقلت له أنا هذا ما نشر في الصحافة السعودية، لماذا لم تكذبه؟ فهو يعني أكد. أنا يعني قلت له هذه ليست يعني أنت تقول نحن معطينك طيار ليش تحشنا ليش تنتقدنا؟ لا أنا ما كانت وجهة نظري، أنا أقول أن سهلت مهمتك. هو فهمها كذا، بس أنا فهمي كانت يعني هذه بالنسبة لكاتب غربي أي يعني أنا للأسف يعني هو فهمني خطأ، أنا نيتي أقول أن سهلت مهمتك. بعدها أنا قلت له يعني أنا ما عندي مشكلة. كنت تنتظر من توماس فريدمان بعد أن زار السعودية أن يعود ويكتب فيها قصائد شعر؟ لا، أن يكتب بروح المنصف. السعودية يعني شعب، يعني المجتمع السعودي مجتمع راقي ومليء بالمثقفين والأطباء والعلماء، فحرام حقيقة أن تلغي كل هالمساحة الخضراء لموقف أو موقفين. بس في أيضا في الجانب الآخر إرهاب، و يعني من فترة إلى فترة تعلن وزارة الداخلية عن القبض عن وكور إرهابية وخلايا إرهابية. صحيح، هذا موجود، لكن هذا ما تعم على 25 مليون نسمة. تظل السعودية مهبط الإسلام، تظل السعودية منبع للحضارة، تظل السعودية بلد السلام والأمن والراحة والرخاء واحترام الديانات. بس هم في النهاية شافوا ناس ضربوهم واكتشفوا انه 15 من 19. استاذ تركي الان يعني الامريكان ضربوا العراق، ضربوا افغانستان، ضربوا بعض الدول العربيه نفس الخطا يعني، فانا ما نقدر. انا قلت له ليس بيني وبين شعبك او انت شخصيا خلاف، خلافي مع ما تكتب فقط. هذه كانت نقطه خلافي معه. هو تفهم عموما واعتذر، وانا كانت رسالتي رساله توضيح، لكن الرجل اساء الفهم يعني. طيب في منشط او عنوان الصحفي الذي نشرته جريدة المدينة، أنت قلت أن فريدمان أظهر قذارة الإعلام الأمريكي. لا، هذه لم أقولها أنا، هذه قالها المحرر الذي كتب الخبر، مع أنه نسبها لك. لا أنا ما قلت، لا ما قلت أظهر قذارة الإعلام، لا، لكنه حقيقة كان إنسان غير منصف. يعني إحنا عندنا صورة ذهنية أن الأمريكي أن الأمريكي ديمقراطي، فما دام أنك ديمقراطي ليه يوم أنا سمعت رأيي اللي اختلفت معك وقفت علي وخرجت من القاعة ورميت السماعة؟ هو يعتقد أن بيجون 2 عسكر الآن بيقبضون عليه، وقاعد يحرك الذهنية الموجودة. هو يعتقد الآن يسوي الحركة هذه بيستفز الآخرين ويقول يلا طلعوا من المؤتمر. تفاجأ بالعكس أن المجتمع الخليجي مجتمع واعي ويتقبل الرأي والرأي الآخر وبكل هدوء. يعني كم دار حوار
زارك معه في الفندق بعد ذلك؟ أعتقد ربع ساعة. ربع ساعة. بس هذه سالفة جملتين اللي قلتها قضت 15 ثانية. طبعًا كلا أنا مختصر لأن هذا حديث صحفي فما أقدر أني أذكر كل شيء. عن ماذا تحدثتم طيب في بعد ذلك؟ تحدث لي عن موقفه مع جريدة المدينة المنورة. أي. قال أنا في جريدة المدينة المنورة. أساؤلي للدين اليهودي. هل ترضى أحد أن يسيء لدينك؟ قلت له يا أستاذ فريدمان، يا مستر فريدمان، ليس لدي مشكلة مع دينك، نحترم دينك ونحترم بلدك ونحترمك أنت كشخص، خلافنا مع ما تكتب. أن تصف العمليات الاستشهادية التي تقام على الشعب الفلسطيني الذي يقوم بها الشعب الفلسطيني، أن تصف أن هذه مكافحة للإرهاب. قلت أسر وأطفال مكافحة للإرهاب، يعني هؤلاء إرهابيون يستحقون العقوبة، وما يقوم بالشعب الفلسطيني عمل استشهادية هذا إرهاب، هذه دفاع عن النفس يا أخي. إنسان أذليته، جردته من السلاح، تجي إذا واحد منهم سوى عملية فدائية دخلت على بيته وقتلت الحريم وهدمت عليهم البيوت أطفال ونساء، وتقول هذا نسكت عنه؟ هذا ما يجوز. مش قال لك؟ دخل في موضوع الصراع العربي الإسرائيلي وضرورة عودة إلى المفاوضات والسلام ورؤيتنا. قلت له أنت أخطأت على شعب المملكة العربية السعودية، شعب كامل. انت قبل شوي تحكي عن الفلسطيني والعمليات الاستشهاديه. طبعا دخلنا في كلام كثير، ما انت تقول شو اللي دار في الحديث ربع ساعه. لا بس تقول انت قبل شوي انه يعني هذا الحديث كان الحديث عن لا 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 لا, لا لا حديث كثير عن قصص كثيره، يعني تكلمنا فيما يتعلق بالموضوع السعودي. ماذا قال لك الموقف السعودي؟ كان يهمه قضيه جريده المدينه وقضيه انه ما اخذ طائره، ثم قال كلانا نعمل من اجل السلام وانا اتفهم وجهه نظرك اتفهمها لدرجه انه ترك طبعا وأعطاني كرته، عرفت كرته وغادر. بس هذه يعني كان حوار ودي جدا. فحتى نذكر جريدة الحياة كتبوا مقال قال ترى من علم الآخر فن الحوار. جميل. هناك من يقول بأن محمد بودي إنما شارك مشاركته هذه بحثا عن الشهرة. لا والله يا أستاذ تركي، أنا أحببت أني أعرف ماذا يدور حولنا، لاني وجدت في ضرر كبير ألحق بالجيل القادم من الشباب. يعني احنا كنا نبعث اولادنا الى اوروبا وامريكا لدراسه العلوم والتقنيه واللغه اللغات وكذا، حرمنا فتره طويله بسبب هالمواقف التي حدثت. فانا اردت ان اتعلم بدليل اني انا ذهبت ما ادري من المشاركين، يعني ما ادري ان كان فريدمان مشارك، فقط قدت الجدول وشفت حديث جميل، قلت فرصه اني هذه اعتبرها زي الدوره التدريبيه اعرف كيف يفكر هؤلاء. بعدين في نخبه كانوا مشاركين من ليش في تقديرك لم يرد من السعوديين الا انت؟ أنت قاعد تقول كل السعوديين ما رفعوا أيديهم. ما رفعوا أيديهم. ليش؟ جبنة. تعترف بأن اللي حاضرين كانوا جبنة؟ إيه نعم جبنة، ما عندهم قدرة على المبادرة. تسمي منهم اللي حاضرين؟ لا احتفظ، ارجع الكشوفات الموجودة وتشوفهم. وكلهم جبنة، ما فيهم. مو كلهم، يمكن واحد. أنت الوحيد اللي مش جبان. لا أنا لست جبان. لا أنا نعم الحمد لله أعترف بذلك، إن عندي شجاعة أدبية أني أقول الكلمة بكل احترام وتقدير. لكن هؤلاء أعتقد والله العالم يعني أنهم ما عندهم قدرة على التحدث بعضهم، وبعضهم أكاديمي بحت يعني يكتب في البحوث، وبعضهم جاي صحفي يكتب تغطية صحفية فيقوموا بشغلي أنا، بينما المواطن العادي. وأنت تنتظر من الصحفي أنه يقوم بدور غيره؟ يا أخي كمواطن سعودي لما تهان بلدك يا أخي قوم بأد واجبك يا أخي، قل كلمة حق. أنا مواطن بسيط، أنا مدرس عادي جيت أحضر لكي أتعلم وأستفيد، شفت الرجل هد المؤتمر تحول على السعودية، قلت الآن أكيد بيقوم مدير التحرير فلان ورئيس التحرير فلان والإذاعي فلان والإعلامي فلان والملحق الإعلامي فلان والمسؤول الفلان وفلان وفلان، وبيردون عليه ويكفون العبالة. شفت ما حد رد. فاصل قصير أستاذ محمد، نعود بعده لمواصلة حوارنا. فاصل قصير نعود بعده لمواصلة حوارنا في إضاءات مع الأستاذ محمد بودي الناقد والأديب السعودي. فابقوا معنا. أيها الأخوة والأخوات حياكم الله مجددا في إضاءات. لا يزال حوارنا هذه الحلقة مع الأديب والناقد السعودي الأستاذ محمد بودي. أستاذ محمد، خلنا ننتقل من مداخلتك وعراكك مع توماس فريدمان إلى ساحة عراك أخرى. أثرت يعني نقعا فيما يتعلق برئاسة النادي الأدبي
في المنطقة الشرقية. وطلبت أنت ومجموعة من الأدباء باستقالة رئيس النادي الأدبي بالشرقية الأستاذ العبيد. نعم. أستاذ عبد الرحمن استقال وتم تشكيل أندية جديدة، مجلس إدارة جديد. أقيل ولم يستقيل، هو يقول أنا استقلت. لا لا لا، حقيقة أنه أقيل. استقال هذه كلمة مو بصحيحة. أقيل انبسطت أنت أنه أقيل؟ لا، يعني الفرق لما تقول استقال، ما نحن نطالب من زمان أن يقدم الاستقالة، هو ما قدم. فهو انتظر حد ما جاء التشكيل الجديد. وانت استمتعت انه قيل ما لا استقال؟ لا مو استمتعت. انت واضح ان بينك وبين العبيد وقفة نفس. لا، وشوف يا استاذ تركي، انت لما توجه خطاب للمسؤول والمسؤول يستجيب لطلبك، هذه تبين لك ان الحمد لله ان هناك من يقدر ويستمع. وش تقصد لما توجه؟ يعني احنا رفعنا خطاب 102 مثقف مثقفة من المنطقة الشرقية، مجموعة من الأدباء والأديباء. شو معنى 102؟ يعني رقم رقم مميز، ورا ما صار 100 ولا 103؟ هو الحقيقة كان الرقم 1000، لكن حقيقة احنا أردنا أن نسجل 1000 مثقف مثقفة، فحقيقة تواضعنا شوي وخليناها 100. ما قدرتوا؟ اي ما لا ما يمدي الوقت، لان احنا نبي نقدم الخطاب للوزير مع انعقاد الملتقى الاول للمثقفين السعوديين في الرياض. فقلنا نرفع له بحيث انه يكون من ضمن الاوراق المقدمه. لهذا تقريبا من سنتين اعتقد 2000 و الظاهر، نعم 1125 شعبان، ايام الوزير السابق، نعم الدكتور فؤاد عبد السلام الفارسي. فقدمنا هذا الشيء. طبعا انا مشيت على ال 100، فجاه ابلغوني الاخوان انه جاء 2. انا جاء 2 ولا عاد يمديكم تشيلون؟ لا لا، انا ما ادري، انا سافرت، انا كنت سافرت يعني. طيب هل تعتقد انه تشكيل هو انعكاس لخطابكم اللي انتم قدمتوه؟ اعتقد يعني اشوفك مبسوط انت وتقول انه جميل انه احنا طبعا جميل نفسه. جميل. انت اساسا اي مواطن يتقدم بالتماس لطلب تعديل او اضافه او تغيير ويجد صدى هذا الطلب عند المسؤول، اكيد يسر ان يعني هناك في نوع من التوافق، نوع من استجابه المطالبات، فاكيد انه مسر بهذا الشيء. فلذلك حقيقه انا ارى ان الانديه الادبيه طال بها الامد، يعني بعضها على 25 سنه 17 سنه. تقصد رئاسات الرئاسات والمجالس كلها، وليس الرئيس مجلس الاداره، لكن الرئيس هو الابرز، لان طبعا في الغاء في الوجه الغاء الشخص البقيه اللي معه. فحقيقه خلاص اعطوا فرصه للجيل الجديد، جيل المواليد السبعينات والثمانينات والتسعينات، يديرون هؤلاء الدوله خسرت عليهم وعلمتهم ودرستهم الجامعات، فالى متى هذا الرجل وغيره يعيش عمره اكثر من عده مرات؟ بعدين أصبحوا يكررون أنفسهم، يعني ما قدموا شيء جديد. طيب. وأصبحت الثقافة مستهلك. السؤال الذي لم تجب عليه، نعم. لماذا أنت بالذات فيما يشبه الموقف الشخصي من، نعم. عبد الرحمن العبيد، نعم. رئيس السابق للنادي الأدبي، نعم. لدرجة أنك ما اعتبرت أنه استقال، اعتبرت أنه قلت لا أقيل. لا فعلا كان فيها تشفي، يعني لا 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 أنا صحيح. يعني أنت أنا حتى في نقدك أنا توجهت واخترت العبيد، واحد من ضمن الناس الذين تجري عليهم دراسات نقدية، نعم. وقلت بأن شعر العبيد كما نشرت الحياة في، نعم. 20 أيار مايو 2005 قلت شعر العبيد والفزيع والجلواح حل منتيشي. نعم أنا ما شاء الله سألتك كثيرة، خليني أجاوب أستاذ. طيب. أول شيء أنا ما بيني وبين الأستاذ عبد الرحمن العبيد أي وقفة خاطر. الرجل أحترمه وأقدره، رجل كبير في السن ويعتبر في مقام جدي رحمه الله، فأنا أقدر هذا الشيء. هذا تعريض؟ لا، كبير في السن هو، يعني أنا أتخيل أنا كيف أحب جدي. جدي حط على العين والرأس، فكذلك العبيد على العين والرأس. فأنا تقول عن جدك أنه حلم انتيشي؟ لا، جدي هذا الشعر للحياة نقلت خطأ، أنا قلت شعر محمد الجلواح حلم انتيشي. لانه مش قد جدك بس، يعني لو كان قد جدك لا 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 لازم رتب الامور عندك يا استاذ تركي. رتب لنا الامور يا استاذ. ارتبها لك، حاضر. الحلمنتيشي هذه انا قلتها في الشعر محمد الجلواح في ديوان بوح، كان في ابيات يقول كذا جاءتني دعوه من صديقي، جاء يسعى وليس لي بساعي، صافح الكف بحراره شوق كاد من هزه يطيح ذراعي، قلت له كيف الحال؟ قال تمام. فقلت هذه سوالف، هذا الشعر من اللي طبعه نادي الأدبي منطقة الشرقية، يعني هذا الإصدار الأدبي اللي يوقع عليه ختم النادي الأدبي، هذا الذي يقدم للجيل الناشئ أن هذا مستوى الإبداع السعودي. قلت هذا الشعر حلمنتيشي. أما عبد الرحمن العبيد فما قلت إن شعر حلمنتيشي. عبد الرحمن العبيد عنده ظاهرة النظم، يعني كثير من قصائده تفتقر لروح الصورة، يعني شعره رتيب فقط، صف كلمات وزن، ما يعتني بالصورة المحلقة. فلذلك أنا وجدت في آخر ديوانة منظومة اسمها الوصية. الوصية هذه عبارة عن شعر تعليم، مثل الذي كان ينظم الشعر التعليمي النحوي، حفظ أبيات النحو وحفظ أحكام فقهية. هذا ليس بشعر، هذا نظم باهت لا قيمة له.
فلذلك هذا من فوجهت سؤال، قلت من يعني من الناقد أو الفاحص الذي أجاز مثل هذا الشعر الرديء الذي يقدم للثقافة السعودية كإبداع؟ هذا نتاجه يا أخي، ما أنت ملزوم أنك تأخذه، خذ الأدب اللي تعتقد أنه ممتاز. جميل، سؤالك حلو، تدري ليه؟ إذا كان هذا نتاجك قدمه أنت على حسابك الشخصي، اطبع اللي تبي، اطبع ما شئت من الكتب الرديئة والجيدة، لكن تخدع المتلقي وتضع شعار النادي الأدبي وتقول هذا كتاب عليه علامة جودة ومنقح ومراجع من عدد من المتخصصين، هذا تضليل للرأي العام. إذن أنت إشكاليتك ليس في الإنتاج ولكن في أن يتبنى النادي الأدبي طبعاته. نعم، هو لحر، هو لو طبع. ولذلك اخترت الثلاثة العبيد نماذج إصدارات من النادي الأدبي. نعم، أردت أن أثبت من خلالها أن النادي الأدبي والأندية الأدبية تحتاج إلى مراجعة ثقافية، وأن هذه الإصدارات أسماء للأسف لها تاريخ. يعني عبد الرحمن العبيد لها تاريخ أدبي، لكنها تاريخ أدبي ما هو بجيد حقيقة. يعني ولا الفزيع كذلك لهم تاريخ جيد. وش الجيد في نظرك؟ يعني لم يكن من المبدعين، لم يحسبوا يحسبها في يوم من الأيام بأنهم مبدعين، بل كل اللي يقدموا نظف متكلف، يعني كتابات لا ترقى أن يتبناها مؤسسة ثقافية كالنادي الأدبي. لكن لوجوده في النادي الأدبي ولأن الآخر الفزيع اللي معه مشرف على الطبع والنشر، فقاعدين يروجون لنفسهم ويطبعون لغيرهم وأهملوا المثقفين الآخرين. فأردت أن أكشف. يعني. لا أعظم من الشللية، تلميع للذات. فأردت أن أكشف للمستمع للمثقف السعودي أن هذه الأندية الأدبية خرجت عن الخط المرسوم له وأصبحت يعني تمثل إصدارات رديئة، تمثل ثقافة بعيدة عن ما وصل إليه الإبداع السعودي، بل وتعكس صورة مشوهة للحراك الثقافي. طيب، الآني في ناس يقولون أنه محمد بودي اللي شان الحملة على عبد الرحمن العبيد، وحملة كبيرة على المجلس كله، يعني لا أنت بالذات على عبد الرحمن العبيد، نعم، كان صديقه وانقلب عليه. كنت عزمه بيتك وكان بينكم علاقات، وفجأة ولا زلت أبدا ولا زلت. الأستاذ عبد الرحمن العبيد يعني أقدره وأحترمه، ولو رأيته لقبلت رأسه. أي بس أنك أنت لكن أنا دعوت إلى الحجر على رئيس نادي أنا أختلف مع الشرقية الأدبي اللي هو الأستاذ عبد الرحمن العبيد. نعم. أنت بنفسك صرحت في جريدة الحياة في 9 سبتمبر 2005 ودعوت إلى حجر ثقافي عليه. ليه؟ المفروض نسألك أول شيء ليه؟ وهل هل أنا أقول لك ليه دعوت أنا لهذا الشيء؟ شو تحترمه وبعدين تدعو للحجر إليه؟ وش ذا الاحترام؟ لا 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 لا، فرق بين الحجر الذي يمارس على السفيه والطفل الصغير والحجر الثقافي. الأستاذ عبد الرحمن حجر الثقافي يعني أنه قعد ببيتك ولا تطلع بالثقافة ولا تقول لا يعني الأستاذ عبد الرحمن العبيد مع احترامي أخطأ. كيف؟ صرح في الإذاعة السعودية أن الخطاب الذي رفعه 102 مثقف ومثقفة إلى وزير الثقافة والإعلام بأن الذي كتبه مجموعة من الدجالين والمشاغبين وفلاحين من الأحساء وطلاب كلية تقنية، هذا كلام اللي قاله. ولما سأله المدير ما فيكم فلاحين؟ لا نفتخر هذا الشيء، ما في مشكلة، لكن هو يريد أن يقلل من المجتمع في الإحساء هذه المجموعة من الفلاحين، هكذا يقولها. ثم قال المدير زي ما أنت كنت بتقلل منه وقلت إن كبر جدي، لا كبر جدي يعني من جلالة قدره، يعني في مقام السن، بس أقصد أنه في مقام السن، وفعلا هو رجل صبح 80 في عمره. أنا جدي توفي 84 سنة، يعني ما في فرق بين السن. فاللي حدث ان عبد الرحمن العبيد قال له المذيع يا استاذ عبد الرحمن هذا اللي قدموا خطاب للوزير. نعم. قال هذا في برنامج ابعاد ثقافيه. نعم. في ذات الرياض. قال تعرف اين انتهى بهذا الخطاب؟ قال له اين؟ قال في سله المهملات. كيف يا استاذ عبد الرحمن خطاب يقدمونه صفوه مثقف الشرقيه الى وزير الثقافه والاعلام في دوله ترعى الفكر والثقافه تقول نهايته سله مهملات؟ هذا حقيقه عدم احترام. يفترض ان يقول والله ان الوزير شرح عليه حفظت المعامله، لكن حقيقة في رده يمكنه صادق انه فعلا الوزير حطها في سلة المعاملات بدلالة انه التغييرات ما جت الا مع الوزير الجديد. لا استغفر الله، لا انا ما اعتقد انه عندنا مستوى التعامل الكتابي والاداري بهذا. لا قل شرح عليها حولة الهيئة الاستشارية، ابدي عليها راي حفظ يعني يكذب؟ لا يمكن ما شرح عليها. عليها ان يثبت ان الوزير القاها في سلة المعاملات، هذا كلام كبير. ولو شرح عليه، لو قال لك شرح عليه قلت عليها ان يثبت حفظت. لا حفظت، لكن ما تقول سلة المعاملات. انت اردت ان تقول ان الوزير رماها سلة المعاملات، كلام مو طبيعي. تقول ان الوزير كان يريد أن يقل يعني أن ينقص من قيمة، هو يريد أن ينقص من 102 مثقف ومثقفة. إن هؤلاء قال عريض الدجل، وقال هذه لك مجموعة من الفلاحين والمشاغبين، هذا كلام لا يليق أن يخرج من رجل مسؤول. طيب لو كان أنتم رفعتم خطاب إلى لو كان اللي قال الكلام عبد الرحمن العبيد دون أن يكون رئيس النادي الأدبي ما اهتمينا منه، لكن طيب. يمثل مؤسسة ثقافية، يفترض أنه يقدر هذا الشيء.
ولذلك طلبت بالحجر عليه لأنه انتقدكم؟ لا، أنا قلت حجر ثقافي، بمعنى حجر ثقافي، بمعنى أن ما يعطى منبر ثقافي لكي يهاجم المثقفين بهذه الطريقة بس. طيب يا أخي أنتم استفزيتوا، ليش ما رديتوا عليه أنتم في النهاية؟ شو ردينا عليه؟ طيب يعني أنا أقصد أنتم قلتوا في الخطاب اللي أنتم رفعتوا للوزير، نعم، للوزير، أن اللقاء اللي يجري في الإذاعة أفرز جملة من الأكاذيب والتخرصات والتفوهات الخارج عن الذوق والأداب العامة. صحيح. وكانت مجافية للياقة الأدبية في حق المثقفين عموما. صحيح. والذين رفعوا العريضة خصوصا. صحيح. وأنت جيت بنفسك وطلبت بشكل خاص بالحجر على. صحيح. هل تعتقد أنه المطالبة بالحجر الثقافي على رئيس، هذه من الأخلاق التي، نعم، يجب أن يتحلى بها الأدباء؟ لا، هذه أستاذ تركي إشارة إلى استفحال الظاهرة. يعني بصراحة تحولتوا أنتم الأدباء بهالمعارك إلى، مع أنه أنتم مفروض أنه الأدب يصير هو حليتكم، تدري ليه؟ زين، إلى بصراحة جماهير درجة سابعة. لا، مو سابعة، تدري ليه؟ لما دخل الدخلاء على الفكر والثقافة أصبحنا نرى هذه الممارسات الخطيرة. منهم الدخلاء. طيب الدخلاء، ماذا الطرف الثاني يعتبركم أنتم دخلاء أحيانا؟ لو نحن فعلنا الأنظمة وخلينا انتخابات وكل أربع سنوات تجري رئاسة جديدة، لما تمكن عبد الرحمن العبيد وغير رؤساء الأندية أن يحس أن هذا النادي ملك. فلذلك أنا أذكر في هذا مقالة للدكتور محمد الهرفي في جريدة الوطن، كتب النادي الأدبي لصاحبه، صار النادي الأدبي أستاذ تركي كأنه بقالة، ملك خاص. طيب، نعم. أنت أيضا في صحيفة الحياة في 29 تشرين الثاني أكتوبر 2005 تحدثت على الأسماء، تحدثت يعني خاطبت وزارة الإعلام وحذرتها وحذرت المسؤول وكيل وزارة الإعلام لشؤون الثقافة من أن يتكرر ما حدث. قلت هذا يعيد لذاكرتنا في التشكيل الجديد، يعيد لذاكرتنا تلك المقولة السياسية عندما غادرت مارغريت تاتشر رئاسة الوزراء في بريطانيا وأبقت من يمثل نهجها الإداري والسياسي. نعم. فقالوا ذهبت تاتشر وبقيت التاتشرية. نعم. ولا نريد أن يبقى في النادي أي امتداد للطريقة الإدارية التي مارسها العبيد فيه، وهي طريقة أحادية هجرت. صحيح. يعني هالحين لاحقت الرجال؟ لا 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 لا، هذا كلام قديم، كلام قديم هذا، قبل أن يقال. طيب أنا معليش، بس أنه في النهاية أنت حتى أستاذ، لا لا، أنا أعيدها مرة ثانية، ليس بيني وبين هذا الرجل إلا كل خير، لكني اختلفت على أدائه. هذا بالمصري خير قوي. لا يعني خير وطالب بالحجر. لا لا، أنا اختلفت مع كتاباته، اختلفت مع إدارته، لكن كشخص رجل أنعم وأكرم، ما أقول في أي حاجة. لكن أنا اللي خفت منه وحذرت منه وكيل وزارة الشؤون الثقافية، قلت لا نريد، يعني نريد أن نطوي الصفحة كاملة، لا نريد أن تبقى أي أثار لمن كان يمثل الطريقة القديمة. حدث أبقوا اثنين ممن يمثلون الطريقة القديمة، وهم ما أسميتهم بالحرس القديم، وانت بيهم يشيلونهم كلهم. لا، هل كنت اعطي فرصه جديده، اعطنا نفس جديد، اعطنا حياه جديده، يكفي 17 سنه تحكموا المشهد الثقافي، يطبعون النفس. هل كان يقولون ان الضابط انه انت تريد ان تدخل انت المجلس؟ الضابط يعني الضابط في 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 هذه الحمله التي لا توجهها، لا لا، انه محمد بودية بيدخل هو للمجلس. لا ابدا، وهذا هو المقياس عنده لي لا لا، العفو يا استاذ تركي، النادي الادبي فيه يعني يخدم المنطقه الشرقيه، وهذا من الاشكالات اللي عندنا. تخيل منطقه كبيره من الخفجي الى الاحساء نادي واحد، يعني المنطقة الشرقية تحتاج إلى خمسة أندية. أنا أذكر رؤية الدكتور سليمان العايد رئيس الجمعية العلمية السعودية للأدب العربي في مكة المكرمة، قال لماذا تكون لا تكون الأندية الأدبية بعدد الأندية الرياضية؟ فلذلك أنا حقيقة، أنا لما أتكلم عن هذا الكلام، أنا ما يعني أن أكون عضو مجلس إدارة ولا كذا، أنا أقول نريد أن نعيد الانتخابات هي التي تمثل المثقفين، وإذا جاءت الانتخابات أترشح أنا ويترشح غيري، والذي يريده المثقف يصل لإدارة هذه الدفة. أما أني بكون بأتهالك بالطريقة هذه أبدا إطلاقا. طيب، بعدين أنا ابن النادي من كنت أنطالب في الجامعة. سنواصل الحديث عن النادي وعن بنوتك للنادي بعد فاصل قصير. فاصل قصير أيها الإخوة، نعود بعده إلى حوارنا في إضاءات مع الأستاذ والناقد السعودي محمد بوديف القمر.
حياكم الله مجددا في إضاءات. لا يزال حوارنا هذه الحلقة مع الناقد السعودي محمد بن عبد الله بودي. أستاذ محمد، من جديد سأعود إلى قضية أخرى أثيرت في المنطقة الشرقية بين أودباء المنطقة الشرقية والأحساء، المنطقة التي تنتمي لها خصوصا. عبد الله الملحم أديب شاب ألف كتابا قبل فترة، هو شيخ أدباء الأحساء بين الفرض والرفض. كانت فكرة الكتاب هي قراءة في واقع الألقاب العلمية أو الأدبية في منطقة الأحساء. وجه الكتاب بحملة كبيرة لأنه كان ينتقد أسماء تقليدية. صحيح. وأثنيت أنت على الكتاب كثيرا في مقال كتبته في شهر فبراير 2006. هل تعتقد أن الكتاب كان يعني حرك مياه راكدة في المجتمع الأدبي في الأحساء؟ نعم، حرك مياه راكدة في المجتمع الأدبي في الأحساء فعلا. الكتاب هذا حقيقة يعد بعد أن قرأته كتاب جيد، ويعد رؤية تصحيحية لواقع ثقافي خاطئ طال به الأمد، ويتحدث عن مجتمع يغلب عليه طابع المجاملة المفسدة والصمت، وقد يتكرر في مجتمعات أخرى. وش هي المجاملة المفسدة؟ يعني حقيقة الكتاب حقيقة أول شيء يحمل جزئين، الجزء الأول نقد ثقافي والجزء الثاني نقد أدبي. النقد الثقافي نقد سلوكيات ثقافية، وهي إطلاق الألقاب العلمية والأدبية على أشخاص بعينها دون معايير علمية، ودون يعني وجود يعني جزافا تلقى جزافا هكذا دون معايير حقيقية. أصبحت كان نوع من المجاملة، هذا يقول يا صاحب القصر الكبير، ذاك يقول القصر الصغير، ذاك يقول الطويل، يعني أصبحت العملية نوع من المجاملات اللي خرجت بالمسلك الثقافي إلى وضع خاطئ. والقسم الثاني الرجل ناقش حقائق علمية نسبت لبعض المثقفين ورد عليها ردود علمية صحيحة. والعجيب أن الأستاذ الملحم يملك لغة علمية صارمة تذكرنا. إذن أنت تؤيد كل الأطروحات التي جاءت في الكتاب؟ مش أنا أؤيد كل الأطروحات، مش عملية تؤيد أو لا تؤيد، هذا كتاب جيد حرك الراكد الثقافي ناقد. الرجل إذا قرأته تحس أنك تقرأ المحمود شاكر، وفي غيرة مصطفى صادق الرافع على اللغة العربية، هو يحس أن هناك يعني جنوح عن طريق عن الطريق، فأراد أن يقوم هذا المسلك، فلذلك ما قبلوه الآخرين الذين انتقدوا وراحوا وضيقوا، اللي حاول يوقف حفلة توقيع كتابه، واللي راح يدور في المكتبات يمنع بيع كتابه، واللي حاول أن أنت ماذا عملت يعني في مواجهة هذه الغضب المضرية على كتابي؟ أنا حقيقة كان لي موقف واضح مستقل. أنا أحترم الذوات الذين ذكروا في الكتاب واللي انتقدهم، الأستاذ عبد الله الملحم، ومن ضمنهم الشيخ أحمد المبارك، هذا رجل كبير القدر ونقدره ونكرمه، لكن لا يمنع أن ليس أحد فوق النقد، لأن كل يؤخذ منه يراد إلا صاحب هذا القبر ابن الرسول صلى الله عليه وسلم. فيعني لا الدكاترة الذين ذكروا والمثقفين الذين انتقدوا فوق النقد، بالعكس، وهذا ظاهرة صحية أن يوجد هذا النقد، ونعود أنفسنا على تقبل الرأي والرأي الآخر. وأنا أعتقد كان الأجدر الأجدر بمنتقدين عبد الله الملحم أن يدعوه إلى مجالسهم الأدبية لكي يكون اللقاء طبيعي ويحاور ويرد عليه بكل لطف. عندك مجلس أدبي أسبوعي، لماذا لم تدعو عبد الله الملحم؟ دعوت عدة مرات ويحضر ويتحدث، بس من طبيعة مجلسي إن ما في إعلانات، ما نعلم. هل يعني مورست عليك ضغوط؟ نعم. كما مورست على بعض المجالس الأدبية التي كانت تحاول أنها تستضيف عبد الملحم؟ لا، أنا طال عمرك مجلسي ما يتعامل مع الإعلام، يعني بحيث أن أنا ما أنشر أخبار أول بأول. الأستاذ عبد الله الملحم دعي في إثنينية النعيم لكي يلقي محاضرة على الكتاب. أحد الدكاترة اسمه نبيل المحيش وقف ضد إقامة هذه الأمسية، وللأسف أنه من المعينين في مجلس إدارة أدب الشرقية. فيعني إذا كان هذا الرجل يقصي الآخر، كيف تجيبه يدير مؤسسة ثقافية كبيرة؟ فأعتقد الأخ عبد الله الملحم ظلم كثيرا، وهو كتاب واعي وأنا أنصح بقراءته. طيب، أنتم انتقدتم بقاء رؤساء الأندية الأدبية في السعودية فترة طويلة تصل إلى أكثر من 25 سنة في بعضهم. جت الوزارة وشكلت مجالس إدارة جديدة. ولا زال احتجاجكم متواصلا. لماذا أنتم تحتجون على تشكيل الوزارة لمجالس إدارة جديدة رغم أنها أدخلت دماء شابة؟ نعم. ووجوه جديدة في أولاً، بل المجالس حقيقة معظمها كان قائم على وجوه جديدة. إيش معنى الدماء شابة يا أستاذ تركي؟ يعني كم أعمارهم الدماء الشابة تتوقع أنت؟ يعني حدود كم الأعمار تبدأ؟ يعني أنا يعني مقارنة بالثمانينات جابوا ناس في الخمسينات. أي كبار في السن. يعني تشكيلة، يعني أنا شف الحقيقة، يعني تبغى مثلا مجالس أدبية من ناشئين مثلا؟ لا،
الأندية الأدبية لا تخص فئة الكبار، الأندية الأدبية تخص الطالب الثانوي والطالب الجامعي وجميع فئات المجتمع، من حقهم أن يشاركون. فلذلك لابد أن تأتي التشكيلة الأدبية، تشكيلة مجلس الإدارة وفقا لهذا المنظور العمري. لكن أنا ليس الخلاف هذه، ما في شك خطوة الوزارة خطوة جيدة أنها بدأت بالتغيير، لكن التغيير جاء بصورة غير متوقعة وصادمة ومؤلمة. ليش؟ لأنك أنت عطلت النظام وألغيت اللائحة وضربت. على ماذا تنص اللائحة؟ اللائحة المادة 20 على مسألة انتخاب، تنص على انتخاب في حالة والوزارة مجلس إدارة جديد، فإنك تدعو الجمعية العمومية. الوزارة وكالة وزارة الشؤون الثقافية وقفت اللائحة، عطلت اللائحة هذه تحت حجة عدم وجود جمعية عمومية. وأنا أقول لك في جمعية عمومية، هذا نادي أدب المنطقة الشرقية، هذا الدليل حق المثقفين من المنطقة الشرقية، فيه جمعية عمومية وأسماء مسجلة كاملة وعرضت على مجلس إدارة وأقرت، وتم تقديم 400 طلب قبل منها 130. الذي يقولونه المسؤولون في وزارة الثقافة أن هناك شروط الجمعية العمومية غير واضحة. الشرط الأول أن يكون عمره 18 سنة المتقدم لعضوية العامل، أكبر من 18 أو فوق 18، ويكون لديه تزكيتين من عضوين سابقين، ويكون له اهتمام بالأدب والثقافة، وأيضا يقره مجلس الإدارة الموجود الحالي المنتخب. عرفت؟ ثم لازم أن نفرق بين عضو العامل والعضو المجلس الإدارة. عضو مجلس الإدارة لابد أن يكون عمره لا يقل عن 30 سنة ولديه إنتاج مطبوع وله حضور ثقافي وأدبي. طيب، فلابد أن نفرق يا أخي. من حق طالب الجامعة أن يدخل في الجمعية العمومية ويشارك. الذي حدث يا سيدي الكريم أن هذا أين تحفظك أنت بالذات؟ تحفظي على تعطيل اللائحة، لأن من خلال تعيين مجالس، من خلال تعيين وليس انتخاب. المفروض الانتخاب، تدعى الجمعية العمومية وتنتخب. الجمعية العمومية ليست صعبة يا أستاذ تركي. لماذا في تقديرك لجأت الوزارة ممثلة في وكالة الشؤون الثقافية إلى التعيين وليس إلى الانتخاب؟ هذا اللي قلت لك، حجتهم يقولون عدم وجود جمعيات عمومية، وطلع فيه جمعية. طلع فيه أيضا جمعية عمومية، ما هي بصعبة. يعني هل تتهم الوزارة هل تتهم الوزارة بأنها تريد أن تختار أشخاص ترتضيهم فقط لأجل لمجالس الإدارة مثلا؟ طب وش اللي يدفعهم مثلا؟ أنا أعطيك يعني توضيح بسيط فيها. الانتخابات البلدية لما أرادت الدولة أن تسجل الناخبين 3 أسابيع تم تسجيل الناخبين في كل منطقة في المملكة، يعني مئات الألوف، وتم تسجيل المرشحين خلال 3 أسابيع. مئات الألوف؟ مئات الألوف، مئات الألوف، يعني عشرات الألوف، نقول عشرات، ما نقول مئات الألوف. عدد الناخبين يمكن في المنطقة الشرقية 140,000 تقريبا، يعني اللي سجلوا فيها، ما نختلف على العدد. الجمعية العلمية السعودية للأدب العربي، الجمعية العلمية السعودية للغة العربية، الجمعيات العلمية كلها، تم تكوين الجمعية العمومية خلال كم يا أستاذ تركي؟ 4 سنوات، 3 سنوات، 2 سنوات، سنة؟ أبدا، خلال 3 ساعات شكلت الجمعية العمومية ودعيت الانتخابات. وتعتقد أنه هذا صحيح؟ أعتقد أن طبعا، لأن كلنا نعرف المثقفين. إيش المثقفين؟ كلنا نعرف بعضنا، ادعوهم وينتخبون. 4 سنوات فترة طويلة، فمعناها أنك قاعد تنتقي من النظام ما يناسبك وتضعه. وأنا أعتقد يا أستاذ تركي أن الأديب لا يعين بقرار، الأديب هو ينتخب. ولو رجعنا للانتخاب لما حدثت المشاكل التي سمعناها، انسحاب عبد الله مناع نائب رئيس نادي جدة بعد أن تم انتخابه بالتعيين، وأخيرا انسحاب نجيب الزامل وغيره، لأنه بنيت بالانتخابات كان الكل قبل. فلذلك احنا كنا نحاسب المجالس السابقة أنها فرضت أسماء مفروضة، وهذا اللي خلاها تعيش في عزلة، المثقفين رفعوا يدهم عنها. الآن ستعيش في نفس العزلة ونكرر نفس الخطأ ونفرض أسماء، وكان ريما عادت لعادتها القديمة. جميل. ريما اللي هي وكالة الوزارة الأندية الأدبية. أقصد الأندية الأدبية. طيب، في 14 مارس 2006 قلت في جريدة اليوم تعليقا على التغيير اللي حدث في النادي الأدبي، نعم، قلت أن هذا التغيير جاء نتيجة للمطالبة الشديدة من قبل المثقفين بالتغيير، قصدك 102، نعم، مع أنه في 2 سنوات والعبيد يقول لا بس راح فعلا سنة لا وليس النادي بالشرقية بل أندية المملكة، الفضل لله ثم المثقف الشرقية. ما يخالف، ليش؟ علشانكم أنتم رفعتوا 100؟ لا، إحنا اللي حركناه في الصحافة والإعلام. طيب، نعم، قلت أيضا يجب أن يكون هناك انتخاب للأعضاء ولرئيس مجلس النادي، صحيح، لا أن يكون معينا، لكنه بهذا الوضع على أنه فترة انتقالية، قلت أمل أن يكون هذا المجلس المعين وهو ما لا نريد ونتحفظ عليه، نعم، أن يكون مؤقتا لعدة أشهر لا تزيد عن 3 كحد أقصى، نعم، ثم تجرى عملية الانتخاب. أما يكون لمدة 4 سنوات فهذا نكوص وتراجع عن تفعيل مؤسسات المجتمع المدني وتخلف عن مواكب التغييرات التي تقودها، نعم، الدولة. نعم، الدولة وفقها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله تريد أن ترسي قواعد المؤسسات المجتمع المدني.
قرار وزارة الثقافة والإعلام يرجعنا خطوات إلى الوراء. المواطن العادي انتخب المجلس البلدي، لاعب كرة القدم وكرة اليد والتنس والسباحة انتخب مجلس إدارة نادي، التاجر وصاحب البسطة واللي عنده بقالة انتخب مجلس إدارة غرفة التجارية، الجمعيات العلمية السعودية انتخبت من يمثلها. فلماذا تمارس وصاية على المثقف السعودي وينتخب؟ المثقف السعودي إنسان واعي وفاهم، هذا حقيقة يعني أخرجوا المثقف السعودي بصورة مضحكة، كأن المثقف السعودي طفل صغير ما يفهم، أو كأنه إنسان بسيط، إنسان بسيط. يعني إحنا نعرف، يعني هل تخيل هالدكاترة وهالمثقفين وهالأكاديميين وهالكتاب وهالشعراء تعين نيابة عنهم؟ يعني أصبح واحد هو الذي يرشح ويختار؟ هذا حقيقة يعني نكوص وتراجع. طيب خلينا ننتقل أستاذ محمد بن عبد الله بودي إلى نقطة ثانية. نعم. أنت عضو في رابطة الأدب الإسلامي. إيه. نعم. هل تعتقد بوجود أدب إسلامي وأدب غير إسلامي؟ أنا لا أعتقد بوجود هناك أدب إسلامي وأدب غير إسلامي. طيب شنو نجل هذاك عضو في رابطة؟ لا يعني كلمة أدب إسلامي وأدب غير إسلامي، لا أنا طال عمرك عضو في الرابطة، أتذكر أني قدمت فيها وأنا طالب في الجامعة، عرفت؟ قدم العضو. لا ما لا لا ما تحسبت عليها، بالعكس الرابطة هي مدرسة، مدرسة من ضمن المدارس الأدبية تقدم وجهة نظر، قد نتفق وقد نختلف. أنا انتميت إليها ولا زالت عضويتي ولا زالت تجيني مخطباتهم، ولهم وجهة نظر جديرة بالاحترام. هناك أنت ما وجهة نظرك في هذه المسألة؟ لا تقول لي هم وشنو. والله أنا أعتقد أن نحتاج إلى مراجعة لهذا المصطلح، وأنا أعتقد إلى ضرورة أن يعني أن نستوعب المتغير الثقافي. طيب الحديث. الحين أنت عضو عندهم، والأماكن الثانية ما أنت بعضو وقاعد تلج وتدور وتصرح وكل محل. طيب هذول أنت عضو عندهم ورا ما اشتغلت معهم على إعادة، هل كتبت إلى رابطة الأدب الإسلامي تطالب مثلا بمراجعة؟ هي رابطة عالمية مقرها الهند. طيب واللي في الرياض مكتب إقليمي. هل طالبت مثلا؟ هل حاولت وأنت عضو؟ لأنها المحلات اللي ما أنت بعضو فيها ببلشهم يا أستاذ محمد. الرابطة يعني ما عندها يعني إمكانات مالية ولا إمكانات للطباعة وفقيرة الدخل، بينما مراجعة المفاهيم ما تحتاج. النادي الأدبي في المنطقة مراجعة المفاهيم لا تحتاج. بس الأندية الأدبية هذه وضعتها الدولة لكي ترعى المثقف السعودي على وجه الخصوص. هذه رابطة عالمية فيها مكاتب، فهناك من هو أفضل مني موجود يتصدى لهذا الموضوع. وهو في الأندية الأدبية لا يوجد من هو أفضل من لا لا الأدب الإسلامي حقيقة يعني الدخول فيه يحتاج يعني إلى يعني نوع من الجهد، لأنك سوف تدخل في يعني نوع من ال. بس أنت تقول إنك شجاع يعني ورا ما تبذل جهد. والله أنا أحس إن الرابطة يعني مسكينة، فلا نريد أن نزيد جراحا على جراح. شلون مسكينة؟ إمكاناتها بسيطة، وجودها غير فاعل كثير، تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى تغيير. يعني تخيل مقرها في السعودية، المكتب الإقليمي في السعودية والمقر الرئيسي في الهند. الهند إيش بتقدم لك؟ الهند ما تقدم لك شيء للرابطة. لو وضع المقر في السعودية وانتخب من أدباء يعني من الدول العربية وجعلت تحت مظلة المقر السعودية لنجحت. شوف منظمة المؤتمر الإسلامي، رابطة العلم الإسلامي، كلها نجحوا لأن تحت دعم، لكنها متروكة. فأنا أعتقد هي شقة وغرفة بسيطة هي ترى يعني في الرياض، يعني وجهودها متواضعة يعني وتحتاج. هذا يعني أنك أنت متحسف على العضوية اليوم؟ لا ما أنا متحسف يعني. لكن الرابطة خطواتها وئيدة جدا، بطيئة جدا وغير فاعلة، وتحتاج إلى مراجعة شديدة جدا. يعني الأندية الأدبية جاهزة، ارجع للائحة اللي عندك وترجع، بينما الرابطة الإسلامية لا تحتاج إلى تغيير ما فيها لائحة أو لا تؤيد. ما اطلعت على اللائحة، يمكن عندهم لائحة بس أني ما اطلعت عليها. يعني هذه من الأشياء اللي عليها أنا بعيد عنها كثير. هذه من الأشياء اللي على الرف وعليها غبار، مثل دواوين الأدباء اللي أنت انتقدتها. هذه ليست مسؤوليتي وحدي، هذه مسؤولية أدباء العالم كله. يعني أنا عود مش في حزمة، في كومة كبيرة جدا. فيعني وما صرت كذا طيب في الأندية السعودية؟ والله الأندية الأدبية لنا قريبة جنبنا، وضعت الدولة للمثقف السعودي، هذيك وضعت المثقف الموريتاني والهندي والفلبيني والسعودي والكويتي. خلاص يعني راضينهم. فرض كفاية. لا راضين يعني فرض كفاية. هم راضين، هم راضين بها. إحنا أدب الشرقية ما عندنا لها النادي الوحيد، فلازم نعدله ونرتبه. بس هذاك انت ما انت براضي. بعدين الاقربون اولى بالمعروف يا استاذ تركي. انت ما انت براضي. الاقربون اولى بالمعروف. ما شاء الله هذاك لجيت على النادي وتغيرت. الحمد لله هذا فضل من الله، يعني لا شرف ادعيه. نعم ادعيه فعلا. طيب هل تؤمن بوجود ادب مناطقي، ادب احسائي، ادب سعودي؟ لا هذه كلمه خطا. انت كتبت في هذا قبل ذلك. اي انا تحفظ على هالكلمه هذه، ما عندنا شيء اسمه يعني ادب احسائي، هنا عندنا ادب في السعوديه. وأدب في الأحساء، الأدب كلمة عامة شاملة، فلما ندخل هذا أدب مصري وهذا أدب كويتي وهذا أدب سعودي، أعتقد هذا قتل لمفهوم الأدب، رؤية قاصرة. طيب شاركت أنت في انتخابات البلدية. أي نعم.
مرشحا في منطقة الأحساء. نعم، في الدائرة الثانية مدينة الوفوف. وخسرت. حصلت على المركز الثاني. ولا قال صف وصفين، قال احنا اثنين. ايه؟ هذا مثل اللي اخذ الثاني وانفصل ما بين الاثنين. لا لا لا، يعني ما نجحت. لا انا نجحت حقيقة. لم تنتخب. لم تدخل في المجلس. لم ادخل المجلس. نجحت كثير. طيب. يعني في نجاح حققته اول شيء. طيب اذا كان هناك انتخابات في مجلس الأندية الأدبية، هل سترشح نفسك؟ اذا كان في انتخابات نعم سأرشح نفسي، وإذا اختاروني سأعمل، إذا ما اخترت ما خلاص. تعتقد أنه النتيجة حتكون زي البلدين، أنك ما راح يمكن تأخذ الثاني؟ والله ما شف، هي محاولات. يعني أنا بقول لك تدش الميزة اللي عند غيرك أو عند غير أنك، يعني يوسف عليه السلام قال له عزيز اجعلني على عزيز مصر، اجعلني على خزائن الأرض. الإنسان إذا رأى في نفسه قدرة أن يقدم شيء يعرض، إذا ما وافق هو حر. يعني أنا عندي قدرة أني أقدم شيء للمجلس البلدي، ما انتخبوني هم حرار، خلنا نشوف اللي انتخبوه في دائرتي ايش بيسوي حق البلد. عرفت؟ وهذه الآن أنا أراقب، ما سوى شيء، لن يستطيع، لأن هذه إمكانات. يعني أنت تستطيع بس هو ما يستطيع. هو ما يستطيع فعلا. وأنت كنت تستطيع. أستطيع بإذن الله. وش اللي فارق عنه؟ الحمد لله لدي القدرة والمكانة. وبعدين توه ما لهم إلا 3 شهور، يعني ما مداك تشوف الحين نتائج. ما أنا أريت تابعت بعض الانتقادات عليه في الصحف، وأدعو له بالتوفيق. لكن ليش طيب انتخب هو لم تنتخب أنت؟ والله كانت نظام الدوائر المفتوحة، وهذا خطأ. يفترض أن الدوائر تكون مغلقة، وهذا ما طبق في أي مكان. مفروض كل دائرة تنتخب. يعني أنا أختار اللي في مدينتي، ما أختار اللي في مدينة مثل العيون أو مدينة المبرز. فلما فتحت الدوائر حقيقة من الصعب صارت تعبئة أسماء ومرت قوائم، أنا كنت خارج القوائم هذه كلها. قوائم مش كانت، يعني كانت تحت إطار ديني ولا تحت لا إطار؟ في يعني كانت الأحساء في عندنا تقريبا 4 قوائم، اسمي لم يرد ولا في قائمة لأني ضد كلمة القوائم. ومع ذلك حصلت. يمكن لأن مالك شعبية. لا حصلت الثاني في دائرتي، معنا لي شعبية. حصلت الثاني في دائرتي من ضمن 16 مرشح. لو ما كان أسلوب الانتخابات بهذا الشكل، هل تعتقد أنك كنت ستنجح؟ نعم كنت سأفوز بإذن الله. هل نقول بأن محمد بودي باحث عن شغل؟ لا أبدا، بالعكس. أنا والدي رحمه الله وجدي وأسرة بودي عموما، يعني في الأحساء من الأسر المتواضعة. الحمد لله عندنا قيمة اجتماعية وأدبية وثقافية وعلمية، لكننا لسنا مباحثين الشعر ولا تعلمنا عن هذا. بالعكس أنا أحكي عنك. لا أنت لا أنا أبدا لا تدخل العائلة. لا أعطيك التراث، تراث حقنا يقول ما عندنا الكلام ما هذا. ولا ممكن يصير فيه لا سلالة كذا بس يطلع لا واحد. لا لا لا، شيء لا يعني. في ضغط أسري يمنع هذا الشيء، ضد الغرور وضد التكبر وضد بحث عن الشعر. طيب كنت خطيبا للجمعة في منطقة الأحساء. نعم. الآن أنت هل لازلت؟ لازلت خطيب في إدارة الأوقاف والمساجد بالأحساء. طيب الحين ما شاء الله وش تبدي عليه، على الخطابة ولا على الأندية الأدبية؟ لا هذه الأندية هذه ممارسة. المجلس الأسبوعي ولا على التدريس في كلية التقنية؟ لا المجلس الأسبوعي هذه عادة ورثتها من أجدادي وحافظنا عليها. آخر من كان والدي رحمه الله توفي قبل سنة وأنا جيت محله، فهذه عادة أسرية قديمة لا أريد أن تنقطع. تعودنا أن بيت بودة أن يكون مفتوح، فالحمد لله نريد هذا العادة تظل. أما صلاة الجمعة كلهم يصلي الشيخ، ما دخل ما في مشكلة. ما خطبة بالعكس أنا أخطب. مو كلني خطب. لا من كم طالب في الثانوي وأنا أخطب الحمد لله، يعني ما في أي مشكلة. شكرا لك أستاذ محمد بودي على هذا. حياك الله. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة على متابعة هذه الحلقة من إضاءات، حتى ألقاكم في حلقة قادمة. هذا ترك الدخيل، أترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترك الدخيل، يترككم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.